تسالني كابتن عادل القيعي برنامجه راجع امتى مع زميلنا العزيز ابراهيم المنيسي في ملك وكتابه، وعايز اطمن الناس بس ان البرامج ستعود. عايز انا كنت لسه هسالك يا كابتن احمد. نعم. كنت لسه هسالك. على ايه؟ ما انت اللي موجود في المطبخ دلوقتي. لا انا والله بقدم البرنامج بس، حرام عليك ما تدخلنيش في دوامه. لا والله الناس مشتاقه يعني. نعم. كما ارى يعني هناك تواصل خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا. نعم. وربنا يسهل يعني، واحنا تحت امر النادي طبعا. نعم. الجمهور وحشنا، والنادي الاهلي كثير من القضايا. يعني عايز اقول لك حاجه بالمناسبه، موضوع قندوسي ده ليا انا وجهه نظر فيه يا كابتن احمد. اتفضل. علينا ان نسال نفسنا عده اسئله. اي. لماذا في هذا التوقيت يطلع يسار مثل هذا الكلام؟ واحنا داخلين على سوبر، مباراتنا الاولى هتكون مع سيراميكا كليوباترا. نعم. وفي الطرف الاخر الزمالك وبيراميد. نعم. يعني اذا ربنا وفق الاهلي هيقابل حد منه. مظبوط. فتشعر ان هل الولد حد دفعه يقول هذا الكلام؟ لانه ايه المبرر؟ يعني احنا من ساعه ما رجعنا من النتيجه السلبيه بتاعت ماتش السوبر افريقي. نعم. والاهلي يعيش اجواء غريبه. نعم. ده اللي كنت بسال عن الوليد دلوقتي. صحيح. يعني تجد عملية تحرش باللعيبة بره وجوه الملعب، وناس بتكتب فيه شكاوى. نعم. واشاعات اشاعات 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 عن وجود مشاكل وجود مشاكل وجود. نعم. مشاكل. ووصل الامر اللي بيسأله دلوقتي هو كولر هيكمل ولا ما يكملش. ده صحيح، احنا ردينا على ده من بدري. وانت رديت. نعم. انت التوقيت ظهورك كان مطلوب جدا في التوقيت ده. الحمد لله. في الحمد لله. وكمان الكابتن محمد رمضان. نعم. خطوة موفقة جدا جدا. نعم. باذن الله تسلي الامور، يعني انك تتعامل مع شخص واحد. نعم. الكابتن يفوضه. نعم. ولا هتريح الكابتن جدا. صحيح. والشخص ده يملك من الادوات. نعم. اللي يقدر يؤدي هذه المهمه. صحيح.